السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ان حلقة دي لباد كانال كان بودكاست كان انا قومك عدرني عمر بودكاست واه يعني موضوع انا اد اسي ديار سنين كأنما انا وضفر لنوكالة ان اسكشه كي سنين ان يعني راحة دي انقاذنين راحة دي انقاذنين اديتنا ان اباهنين حتى مالها ان اسيستاغو اما انقلدو أنا ترينين يعني سيدي سيسكا هانا وحل بعادي قد سكا هانا يعني ما أنت قطب كان أنك هالين وا كورن هدي قف وإنا صحية أما ويش هيك الشيء معناه أنا لش إذا أنفعي لكن أسقون الدبقينين هديو يده قفت صالة هان سداس سداس سماء كدبنا أسقون سمينين يعني تلو ما أنك قاضا نصيحة ديسة مسك ما قاضناية يعني انا دركتو كره قفله يعني نصيحتان محد يغو شيغيس ام قفبل مخ يغو شيغيا معنى اسغون انت بقينين ما قصبا ان قفكاس ان نصيحينايو يعني ونصيحته استبقايو مركا كوبات انت انا فيرينين يعني اما انت انا فيرينين قضبك انت انا دهن معناها نصيحته ما كقادنايا مس كما قادنايا وحافي عن إنا نقول هل لحريره يعني نصيحتان قف مركو كون نصيحين أيه يعني والله بشيء أصيك قف أهان يا أديك قف أهان يعني إن أصيك النصيحتان أي معناها وصمايو أديك الشخص أهان وحكا قلي ملهن يعني لحظة قفكس وكون نصيحين أيه نصيحتس وكوشيغا معناها إن أصيك الضبقة مهم أديك وما أهان يعني مهمة ده هو أذية كشخصي أهم مكو أنفعيسا طبعا يعني إله عقل بكسيي أت فلتر يعني وحول بقى كوكا لجران كرتا هذه قف كان نصيحة وكسينا يو أي تي واحد دون كذا يا آخر هذا كو أنفعايو واحد يق أت سميسا طبعا أت أركيس النتيجة في عينك جاريسا يعني هذا تصالها ما أنت دو قف كلها موبيل كبدرنا استعماليسا يعني عافمات كذا كشخصي أهم إيه يعني ان الشقه هذا وقت قاعد يولد كيهي يعني شكل الان والنصيحه يعني ان لا ارك كره يعني وحكو الله وهديه اتراعده يعني طبعا تيجي في عنا كهريسه يعني هديه موبايل كهريسه بره بلشد ادن ادو استعمال وشي نفعك كوسو علينايو لكن يعني قصب ما ان سئد نصيحه اس اقادته قفكاس إنه أصيغ براه بالشد أدو استعمالي إنه استعمالين مهمة دوا نصيحة ما أقبليسا عفوا نصيحة يعني ما أنفعيسا طبعا لما أنت ولقيا بأن مقلنا حكمة خذ الحكمة من أفواه المجانين خذ الحكمة من أفواه المجانين يعني في ردة كورسيدة أي قيمة النصيحة وحيتاي أما قفكان يعني أن وحقوسه قد بنايا أنا نصيحة هذا معناه حتى هدي أي كسر بحد قف يعني أفعاش أو سمينا يعني أوجينه يعني مسكح لي سئسين جوجين وهلأ حظ أمرين يعني حتى وحي كليه قف نوع عصا كره أفكي سحك ما تضيع كسر بحده هيس ويدين القف كان وهليه عقل هذا إله أكسي أضوح كفل ترجرين كرتو فيل ترجرين كرتو إن إسكو ويدي نصيحة هذا تلو يعني ما ينفعي سام سيم ما ينفعي سو كدبنا قاضو مركا كوباد هل اقو يعني وقت كان هدا ان نول هاي او مر ان كسمين موقال كانالك اوغانشو انت بدن دليرادا غارهان رقدو مركا يهين بلا قلت الماما معناها زمنك ان الهشاشه النفسيه زمنك اوغو بدن ان مقلنو شيغا انو اخوسايا يعني ما انت وحان مرينا ان مرحله هذه حتى وحش شيء دين أمر رقن حتى لحري رأضة قفكة يعني سدان ما فينا لله يعني حتى وحلقي يا بقف عنق ولاي مركو النصيحة ما أنت إنه هذا شيء شخصي ومعناه وشيء أنا قصاية يعني ما أنت النصيحة هذه وحين قتاي فرجل أنت وح أنا قصين يعني ما أنت دي قفر لو حاس وح سماء يعني وحا معقولة قارهان دلني رضا إن أكدها شيئا أنا أخسايا يعني حتى وحال قيابا ولا لك كاير قفض وحيسوتهين دلني رضا الزمن كان معناه يرير إلا شاني لبعطان كا يعني هدي أن
يعني لباتني إلى لباتنك يعني شيء لتك جانا طبعا إن هذه اللي ده يعني وحاس وحاس يعني كقولنا نصيحين أما كوشة جاية أما يعني وحان هصمين أما يعني نصيحة لي قناة تيسا إنه ده موقفك سكوج جوابه يعني أرن كان وأرن يعني نولر شيء إيه جارك برايفت لايف أنا يعني نولر شيء ده أرن كان وحكي قال ما لها نادي يعني حقيقة جرتو أيام أنت ساسة وأنا واقع قرار نصيحة دي مد ديني يمد دنيوي إن أنا قطعي فرجلين وح أنا كقصينين يعني ما أنت وحدت كأدو أذك سدان كلمة يعني دع الخلق للخالق يعني ضدك أدى خالقي أبوري يعني ما أنت هدوقف له أن وحاس وحاس ويحنيهن أما قفك صح وصمينا ما فعنا حلو قد جوابا يدعي الخلق للخالق دادك قد إلهي قابر أذي محاك هاقل وحو سمينا يا سمينا ولي قودنا يعني أن أما بني آدم قولي قينا ساسما أهين مسلمين يدد أنا مسلمين أهين إن يعني حمانتا وحوال بمانتا وحكا صاحن يعني أن قارا مركان مجتمعات كاسكاد لينا وحكا صاحن وحكا هاقل ما لهان إسكاداف ان رسولك صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني كلمة ذي خطبتي وجيدي وحكم ذها معنى هذا الأه فليبلغ الشاهد يعني الغائب يعني قفكي هذا مثلا حلقاس ان خطبتاس لغي سناي حجة الوداع لغي سناي هجار سيو قفك ان جوغن وحالغا يابا ايو كليه رسولك فرب مبلغ اوعى من السامع يعني وحال لغا يابا إن قف نصيحة رسولك صلى الله عليه وسلم وسو قد بيي دادك مسلمين تأو سو قد بيي قف ماشا جوغي إن قف كلو يعني او قارسي قف كاس لقارسي يعني ماشا حاتركو أهين وسي وعي كبدا قف كاس رسولك لجوغي ويعني أفهم هاي أمغلاي ما أنت هادي يعني قف البور نغمي ده ودها أن أنا يعني قف كامل لما هي مرة ما يسترني نصيحة أن وحلاقيها بأن أنا نسمينين أما واحد أن أنا نسمينين نسيب بقول كبا بقول له هذا بدتك يعني ومش هي جاية يعني وحنقاري لهي المرحلة أما وحدع يعني قف كستينو ده ما أنا وحبو ما نصيحين هاي أما أن تجابدت أما حتى واحد أن صامر دتك لما هو ذا جاية صابت وحلاقيها بأن إدهان يعني أذيك ما تبغدت أذيك ما تبغدت يعني قف البون قام إذا هذي وصي داس كسعة يعني والسكهر إيمان هو لما أنتي نحن نقول إنه يعني واحد تجابة إيه نصيحة نصائح إحنا لما كنا قاعدنا إياه أن وحاجته كلمة أما يعني الجملة رنتي أدي عجب سيئة نصيحة وقاعد كهديت إنها تهي هنفيرين حالك وكس جيني مركز قف كون نصيحينا إياه سببته أن نصيحة دي سندات قاعدت معناه نصيحة ما أهن يعني ان وعن لجد معنى النصيحه هذا شيء يعني هذا اتصالها انا هدو قف كره كل شن شيء او مسكحه كره قاده شن شيء او مسكحه بربرينايو يعني هفيرين قف كان كون نصيحينا يا حال كيسا ينفعك علمه ولا يضرك تقصيره يعني قف كان كون نصيحينا يا نصيحه ان كعلمي اهان ادق ويكو انفعيسا وشيكو انفعايو لكن ما أهن يعني لكن أصير كجابنتي سمعنا هدوء قف نصيحة وكوشة جاي كجابي يعني جابنتي أصير وكجابي أديك يعني كمرد بيسا يعني وشيء عجيبة نصيحة دي سان وكسينا يوكو أنفعي لكن جابنتي وكسمعنا أصير كشخص أهن إنه طبقه أديك كم سامعنا يسا مركا يعني واحد أقول مهم سنوات مر كان نصيحة مقلينه أما واحد كسان مقلينه وعقل جاس فلتر كإله نسيء أو إن أن أوجان كرنا إن أن أوجان كرنا يعني نصيحة أنا ما أنفعيسه مثلا ما أنفعيسه واحد نجج علينا أي سنجيرن قف كاس نصيحة الشيء جاية يعني حليه دقار مر كان ساقط قاضنا آراء أيدهن جملة ضد يعني قال خمر قال جاي بيني عبان أما حتى قارئ ملحدين يهين إلهي الرميسنين لكن ك
كلمه يا قاب نولشان ادون لحريره او يعني لوغو يرى الدايان كارو لنا عمعنها ان مثلا هادو ميد جيو كل الجدول يعني هول سداد وقبان كرتا او كلا انقا انو ملحدي هاي انو قالي هاي دقيقة دا سنمقو سي صابتو واحد دين ام ايماني كما قادنين ولمانا طقمين معناها قف ان مشكلة دا جرتا وحاوي معناها ان قف كاس نصيحة دا كسينا ايا كان قف كاس نصيحة دا كسينا اما وحكم مقليسو ان اذن ارادق من كأنما مقدس انو يهي اما انو يحتى قف قيم يعني حتى قف قيمة صار له يعني هذا ضدك سانك هذا لينه يعني كواس مثلا عن ساقط قادنا قلبيتك يعني أيجا وحنا كجلي ملهن ولا من نقانه صاحب منهن ولا معرفه أنا قد حين لكن وحيابها يعني هولها الحريرة وين أنفعيان وانك قادنا هنا مركا مرة هينه يعني تصالحان يعني أن كاسبوا قال محن أو قادنا هنا أما شيء يعني أما بوغو قري أما تجابة وسمي أما يعني هذا براه بلشدان عن استعمالي إنه تويتر كاس يعني يوتيوب كان يعني مرة هنا قفك سمي قالبو هاي ما استعمالي إنه مركا يعني كلي وحنا لجي هذا إن قف كان أن وحس منفع هذا كقاضني إنه نصيح هذا أما يعني إن إلى هير أين قصب أهين إن أسقو أضبغاي أذيك مكو أنفعيسا سبب توقف كم وحكلك على ده حي ملها أصلاً يعني بحكي على ده وحكي على ده حي ملهن همين هوري مسحالة هيد ميا وحساسك على إيه إن حلي إن أمين هوراني رصيحة فيت كي وان ساق عمرك إن وحنا صاير قرر مرك فيسبوك ساقري مرك قفوا كومنت كبيحي صادق لها محي هيدا نفرك حد سو جدا يعني يعني تاس أحلقت له ملامي قانا سببته يعني قفك بني آدم كأ جدول كيسة نلولات يعني وحلقة يابا إن مثلا واحد كساك وقول عكر ظروف كساك وقول عكرته لكن مركي قف كاس يعني تصالها أنا قاعد كويريا كلا إن رفركم ما في عنا معناها قف كاس كويري هرفرن هفيرين وحد في رسا نصيحة كتجتان كأن رفرك إن أضيع يكون أنفعي سيئن كلا يعني قف كان نولوشي سنة أما وحكوشيغا يامي يوتوبر هذا موحا هذا نولوشي سماهن معناه واحد كود ضيطه يعني هدو عاو سوجد أساقا ورفرة مادا هي سيد أساقا إلها هرفر موت رفرة يا أنا أمبوان رفري إن أذن اسكو مشقولين وحاو سمايناي حاول أجد معناها اسكو مشقولين تاس أن أولجد معناه إنو نأهين يعني قف يعني حوكا قد وين هذا أصلا معناه انه لشي يسا ما هم وحل قد ايضا يعني قف كان الصيحة ذا كوشي قاية اساك شخصي اهانه قد ايانين هاديهن سداس سداس ايو سمينا ايا كالية النصيحة ذا سوكسينا ايا معناه هاديه كو انفعي سا اذا كقاض هاديهن كو انفعينينا سلام عليكم ده وحين ده سيداو كالمركة لا النصيحة ذا وحكاك ايمان كرتها بعربك قفوالا أن مسكعهان عادي أهين طبعاً إليه أنا قبت بادي يعني هذا اتصال أهان ما لو يربع عن كهديني كهديني مثلاً يعني حوي أن ما وحيابي الله معنا وحكم ذها معنا حويري اتصال أهان هذا مثلاً قف الرقي دمركو هذا با قور شنجر كصفش المي تجابوين كالدوان قور أصامري وحتى أنا قولي سنين كيبان هذا كيبان يعني أما لبا كان نصيحة قاضنا إنه قف صاصة تجابون كاس قرار صامري إيه قف تصال أهان قورس دي قورك إلي أهجا جي أو يعني أموري تمام التمام إيهين يعني عقلي هذا حلقة أما منطقة يعني وحلقة يبا إنه هذا قف كاس هذا قورس دي هالمر قورس دي تجابة كلان آن معناها أن قوركي سقو ليستي أو صاصي قفك صيان كقاضنا نصيحة لكن واقع قرار وحكله هاي قفك شن تجار فرين كصامري حتى دون كقو ليسنين مشاكل كصامري كالدون قفك أيام موضوع عن هدي ونصيحة كصينايو يعني حتى أساق هدون الدبقينين
وحكسته أو يعني دلال والبو موضوع عن كساب سن أيو صامري وكسو قبتي وابني آدن معنا قف أنا عبني الملا مجرى قف ما أنت ضهايا شنجر أيان صافري معناها سيدي ما ركتك أنا ما قف اسكع عيارة يوكل لا قف كان شنتجر صافري أما يعني مشاكل كصامري وربي إنو هلا قور وكده قور رادناي لكن ظروف طيا سداسة تجابات قرر أيو صامري حد بقف كاس تجابوين كاس كلا دوان صامري يعني حتى ضدك قاري لهان مثلا تاسو قور كسو فشل مين أنا وحا من سنة قف كاس إن يعني أصلا كشخصي أهان كوديا شما أهان لكن وحوها يا وحو كوغور نصيحية وحوها يا معناها وحو كلاوة ذاقة وحوها يا خبرات كلاوة ذاقة موضوع اسقورك هدو كلها سيداس سيداس يعني والوقب تقاب كاس قاب كاس قف كاس يعني خبرت أيو ليه لكن تسال أهان قف إله أموريس أو أدي أنا رنين طال يرى إن أذير تلسية أكله واحتجابي أنا أرق يعني كدبنا أموريس أساسيين يعني جورك أن مد وناكسن أما مدحن يعني واحد فكرة ذا كما هيستا واحد فكرة ذا كما هيستا كلية يعني وأنصر دوين إن نصيحة هذا أما قف مركي أن أضوح كم مقليسة أما عفوا مقليسة ما معناها وحاول جدا نصيحة أتك قادر نسا الشي نلاش أضوك أنفعاية لبدأ دارتك أنفعاية معناها إن هذا أساق قصة بينهين إن أساق نلاش سأتك ضيعتك قف أهان سيدات صارا أوسا قادر نقف كاس يعني لو كجر فرين كلا كل مي إيه نصيحة هذو كسية أتقيمانيس إنك أنفعاية سيئن كلا يعني هذا المركب كوع علينا معنى عقلك إله نسي فلتر كاس سيدي ما أرتب بيها فلتر كاس يعني لقو كلام ميرا عقلك واتفهمي كرتا يعني وحان إني يكون أنفعي يعني قف كان نسيحة دو شيكا إني تاي نسيحة يعني كو أنفعي سيئن كلا نسيحة كو أنفعي سيئن كلا واتفهمي سا يعني قف كاتك قادني سنو واتفهمي سا وحو إيهي يعني هذا تصالهان ضدك يعني تصالحان قرباه كنا على كله يعني وحلا كل من بشر كله دوان بني آدم بدن وحلا كل من أمضى لقان يعني حضارة كله دوان يعني آراء بدن أفكار بدن هب لقان بدن يعني قف كان سبب أوردق ما مت كان سبب أوردق ما معناه وحياة يستان آراء أفكار بدن سدى زرتاد يعني أن موقف أما النصيحة أما الرأي في عن موضوع هذا سكر وكسين كرا يعني حتى في فقهة فقيها فقيها قف معناها مركو فقيه هاي وحيابها يعني أي قصب كتاي وإن أصاكبي أما أمربض أنه لا رقمي يعني إنه هبل أفكار تيسا أخرية حنبلي شافعي حنفي مالكي وحيابة بضن معنى آراء شعوب إسلام كرقم ذو وحيابة بضن مركزتو يقان يعني وهو أولا مال دحين أسكوكو إمادة وحاجر موضوع عن مركز هذلي يعني كهذا الساس أنا ما هنتو صالحانا وصاقاتي وأنا كشخصي هنا نركي وحان أركي هويني مسلمات طبعا لكن معنى ركا احرانتا هي مركات اركت قف هذا تصالحان انا مجتمعنا صوماليا ذو كالي انا اركت تصالحان قبل مقف دمره مضح بنان امسراويل كل اقان حران وحيا بنا عصو كالي انا اركت مركات اركتو معنى قابك اقول لبسنتا هي تيمه هذا سيدا يكاليكتا يعني جيجي ما هي حران يعني اد شك ونكاقلين معنى اني مسلم اهين هذا الشك الان قفتان يعني ان مسلم اهن مسلم أهن لكن أرنك عجيبك وحيوة ذا تويلير أو إلى أي طبعا سقال كويت ما لاز جرأ ويلكاس قرآن كسيدو أحف دي سيني هاي إيا سيدو أو أخرنا هاي إيا سيدا مخارج تا حروف تا إيا إسلا الدقيقة داس إسبتالك أي بلان تسوغيسو أي لاذه قرآن كأخري كد إغي سانيس أيضا برتي وحيت الأنا بري إسلامي ماذا تسيدي أقول فهنيسو سيدي معناها قرآن كأقود ذالي لكن سيدي سيقول لبس أنت أيضا مركة يعني هذا قفت النوع عاس قبل داس ساس إيه
iyo tusaale ahaan gabar ku dhalatay bi'ada inna mesela yani gabar soo xalgay inay ka imaaday yani in dana qaldan wadan macnaha aan muslim ahayn ka imaaday oo inta badan yani in sidaas loo labisto ama xitaa wacyiga xijaabka uu sanjirin qof si fiican ugu sharaxay ayada markay dharkaas xiranayso kama ahan macnaha tabarruj samee yani inta badan yani hada anaga mujtamaacena gabar hadii sidaas u labisato badana hadii gabar sidaas u labisato waa nooca macnaha ama dhaha mesela ama feminism ama noocyadaas mantaqaana hadaanta ka duulay oo kale laakiin gabadhaas siday u fikiraysa sarwaalkaas jeeniska ah iyo funaanadaas ku dhagan xirantimahana banaan xabadkana banaan yahay tafkiirka ayadeeda ka fikir ahaan si u fikirayso waxay u fikiraysaa sida gabar mesela dalkii joogto xijaaban dhashareer xiran markaasaan iri yani alxamdulillah hadii qofka bini aadamka xisaabinaya uu ilaah yahay yani alxamdulillah sababtoo anaga yani hadda anaga hadiina gabadha noocaas kale xukun saar yani maxaan dhihi lahayn waxaa laga yaaba inaan dhihi lahayn faasiqaad mush caarif eesh kan laakiin canugeeday qur-aanka sidaas u xifdisanaysa islaanimaday sidaas ugu faanaysa keliya ay macquulta inay u yara baahantahay hal fadhi oo ah micnaha xijaabka waxa in loo sharxo gabadha muslimka in yani dadal laga rabo macnaha waxaa loo jeedaa yani hadda qofka faqiiha tusaale ahaan mujtamacaadka noocaas markuu arko dad muslimiin laga yaabo xijaabki yani ama ara kale ay ka qaalim noqotay laakiin islaanimadiisa ku faanayay weli macnaha jadwat alislaam ay qalbigiisa ku jirto laakiin kale u baahan qof daaro tariqda soo qaato daaro kadibna siday iimaanka qalbi yani jirka daran ugu faafo yani inaad yani xitaa waxaa jirta qiso kale 1995 markii serbiyaanku ay ku duuleen muslimiinta bosnia iyo herzegovina markii ku duuleen yani dabcan dal muslimiin dal muslim ah oo intaasoo sano yani ku hoos jiray xukunkii yugoslaafiya shuuci kagana sii horeysay yani imberatoriyadii Austro-Hungaria yani laba imberatoriyadood oonan muslimiin ahayn ayaa 100 sano qiyaastii maamulayay cuhmaniyiintu 1912-kii 11-kii meelahaas ayay waayeen dhulkoodii mandaqada Balqaanka Bosnia iyo eriyadaas marka intaas waxaa maamulayay marna Austro-Hungaria marna Yugoslaafiya nidaam shuuciya marka yani mas'aladii xijaabkii intaasoo sano yani mashaakil ayay la kulmayeen dadka ayagoo muslimiin ah ayay hadana xijaabnayn markii mushkiladaas ay dhacday dad badan oo muslimiin ah aaday samafalayaal hay'ada khayriya marka waxaa la sheegaysa in dhalinyaro khaliijka ka tagto carab muslimiin oo weligood arkay macnaha gabdhaha muslimaadka inay xijaaban yihiin ayaa waxay tageen Bosnia meel xero qaxooti oo ay joogeen dad muslimiin ah dabcan gabdha muslimiin ah oo cadcad oo yani sarwaal la jeenaysa xiran xitaa laga yaabo dabagaabe yar ku dhagan inay xiran yihiin laakiin ayna u xiranaynin micnaha tabarruj samaaya ama yani xor baan hay ah yani mathalan sida feminism-ka ay sameeyaan waaqica micnaha qaraar ay ku jiraan ayaa sidaas ahaa haddaba markay dadkaas macnaha dhalinyaradaas khaliijiyiinta u tageen waxay dhaheen kuwan miya muslimiinta la sheegay Bosnia la waxaa anaga sadaqay waxaa ma siisanayno marka waxaa jiray hadal uu yiri qof masaxaafi Bosnia uu ahaa ma qof kale uu ahaa yiri gaalkaas Bosniga ah cafwan gaalkaas Serbiga ah Slavovan Milosevic iyo raggiisi gabdhahan muslimiinta ah way aqoonsadeen macnaha inay muslimiin yihiin way u aqoonsadeen yani gabdhahan maanta waxa xeradan keenay waa inay muslimiin yihiin waxa guryahooda looga soo ceyriyay waa inay muslimiin yihiin gaalkaas Milosevic ah wuu aqoonsaday macnaha diintooda ayuu ku soocay halka adinka aad leedihiin macnaha maay wax naga galay malahan marka hadalkaas saameyn ayuu lahaa wax badan ayuuna bedelay oo ah yani waa mararka kale aad leedahay alxamdulillah qofka macnaha
إله كلي إنه يهي عدة معناه بني آدم كحساب نيسا أنك هداني بني آدم يعني دقدق علمي حمى جهلي واقع يعني عقلي أنه غابا يعني والله حلي هذا قرار مركض وحيا باسوك للصاحة صوصته ما يقف بعض ظلم اللي قد لي علمي لآن كل انتهي يعني قاب قلدن لو فيري مركا إنه إله سبحانه وتعالى يقفك معناها عفوا يعني عدة بني آدم كحساب نيسا إنه أسقي هاي والحمد لله وحاجة لسيدة وكالق سير وما له إلوه ذاقي دكتور عمر ورسماء صاحب كان أو معالي لغة عربية دادك أنا كهذا مركا دادك أوليقة وحكمي ده أنا عربقة أوبرة ماشان دالك أن قدر وحكمي ده أن مسلمين ألبانيان ألباني كإما دي بوسنيا داس مركا حكولية دومر ألبانيان مسلمين مسلمين أيا سيدا معناها أي أغا غالب نقطتي ميديا قلبات ك يعني حتى ألبانيان ما لهم يهيد إذا أصغر دل مسلم ويهي يعني نكا حكومة حولية هي أنا معناها كأنا مدلك إنه يعني يهد دل ملحد أهو كالو حساس وكو باغاية مركا أيغو مسلمين أيا وحي أم لينا يعني مركا تقيستو يري أن أفكار تا أما وحا إيكا أمين سيهين تصالحان قبلهان عربتي حجابا أن يعني رشرها الكحيران حضوم الليني سابو يركا أنا ما قف قلبات قال إنو كورتا هاقيني هاي وإليهين بكو يري هو هاتا قبلهان قبلهان حجابا أن يعني رشرها الكحيران الددن ما إيقا دورتي مسلمين منكو تاكو قصباية معنى وحا أمين سيهين يعني قبر والبو مسلم أو حجابا أما أن رشرها الكحيران إنو نينكا تاكو قصباية مركا معناها قف ان ادي قفكو اركو يعني حاله ساس وكلا انه عذر داره انه عذر داره موضوع معناها وحنا لقى لي ميل ميل كلي او انا نهين ماشي معناها ان ما ان يعني كودني او نصيحه ان ما انت يعني ضديو بدن او حاجه هادلو ديما كلا دوان هيسو اصلا قف كان كشخصي اهان اياك ثم اياك يوتيوبر صومالي ها هذا ايا كان نوع هذا بو ان اساك شخصي اهان ادنايسو هبل قرموس هكاي قرموس هدي ان هبلايا محي هيدا ان غرغ هبل او كدغي ميل هبل فيري هدي او سو قد بي الشيء ادق كو انفعاي حتى ما اهن افكارتي سياسيات ان اتقفك سكر عسنتهي انا وحيابها أن وايدي هورا أن لقياب إن مر أن يعني أمسنا كرأيي هان إن تدككوا أفكارتي كلية راع أما معناها وحيابها إيصار لقان كلية يعني آخر صداوة صندوق عرير هذا سكحري صندوق عرير هذا سكحري حالو جدا معناها يعني أن كلية هدي عقلك سلاه كسي أوه أي سنجري معنى عدك الضوف سنكر تمالا ولقى هاسدهن يعني أن أمال الضوف صدا يقين أياد ليه ذهي يعني كما هدلي إن أن إلحاد وحيا باصة تحك شوط أدوان لدودي أمام حي هيدا أفكارتو دان رقيسان لا يعني وحان أولا جدا إن إنترنت كاس إنت تكجرتو آرأك لدوان أدار كيسو أراس معنى إن فلترك عقلك إلهي كسية كقف مسلمة مبادئ لقيم ليقين كصعدة يعني قلي سمرك هورا فلترك هذا ويحكو أنفعاي يوحي أنوك أنفعينين أن صدن دقيقة أي كسية لو ذهين أيام فلا أيام موضوع عن ما أنت أن أنت أنوكو أي قضب كان إن شاء الله ما جو جنتو هنا بودكاست إذا نوعانو كلام وضينا يعني أن ما دام لقيا معناها كرأي وحين كوب بداميا ضمانت أنا وضع بأن كوذا فائدي سنة يعني لنا أن أديتين وقت بدن أنا وباهنين أنا مريم جدا أن سمي أوجان شو كلام وقت آت وبدن أي وباهين مركا كان يعني وأنا شيء يعني أن كان ما مرتي تنفس أو كلا وأذن كقصبانين شيء عاد قرتي أما شيء عاد يعني ارتجال أضهر لي سمعنا هذاني وكان عادوا نسكه لا يعني وحرجينا إن شاء الله إن أن كوكولنا أنا سيودنا تاني كوكي هي موضوع عن ما أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.